هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. عدنا من جديد وبالشكل الاسبوعي المتكرر واللي انتم اتعودتوا عليه بسلسله اخباركم المميزه، شو اخبار هوليوود؟ اخباركم المميزه السلسلة الأسبوعية، سلسلة أخبار هوليوود، السلسلة اللي نتكلم فيها عن آخر أخبار السينما والتلفزيون والممثلين والمخرجين والكتاب وأي شيء له علاقة بالسينما والتلفزيون، بعض الأحيان من خارج هوليوود ومن برا هوليوود ومن أشياء ثانية ما لها علاقة بهوليوود. عشان لا يكثر الكلام، لو عجبكم الفيديو يا جماعة وحابين تدعموا القناة، زر اللايك أحلى شيء ممكن تسووه، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وضغطوا على زر التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، كلها موجودة في صندوق الوصف. لو عندكم أي اهتمام في عالم الألعاب وبالتحديد لعبة ماينكرافت، برضو قناة الألعاب موجودة في صندوق الوصف. كذا اربطوا لي حزمتكم ويلا بينا نشوف شخبار هوليوود. إعلان جديد وتفاصيل جديدة لفيلم جون ويك الجزء الرابع. جون ويك في هذا الجزء يا جماعة ارتفعت قيمة المكافأة عليه بشكل جدا جنوني، الكل يبغى يصيد جون ويك. راح يواجه جون ويك في هذا الفيلم خصم يقال انه الاشرس في عالم جون ويك بشكل عام. راح ياخذنا الفيلم في عدة اماكن، ما بين امريكا وما بين فرنسا وما بين المانيا، وبشكل عام وبشكل طبيعي حتكون الرحلة مليانة اكشن واطلاق رصاص وضرب على الدماغ. راح تكون المدة الرسمية للفيلم هي ساعتين وإحدى عشر دقيقة. شوفوا يا جماعة، أفلام جون ويك بالتحديد إذا جاتكم فرصة تشوفوها في السينما، شوفوها في السينما، وإذا اضطريتوا إنكم تتابعوها يعني في البيت، حاولوا تكون الشاشة شوية كبيرة وبالمرة الجودة عالية. لا تتابعوا على جودات أبو كلب يا جماعة، اصبروا شوية لو ما جاتكم فرصة تشوفوه في السينما إلى ننزل بجودات كويسة وتابعوا. هم يا جماعة الفيلم قادم في شهر مارس من السنة القادمة 2023. استديو جيبلي، الاستديو الشهير في عالم صناعة الانيميشن، اعلنوا يا جماعه انهم شغالين على مشروع وفيلم جديد. عاد الاستديو هذا بالتحديد استديو جيبلي يا جماعه افلامهم واعمالهم دائما وبنسبه 95% تفتح النفس، ان جيت من رسم ولا من تحريك ولا من موسيقى تصويريه، شغلهم دائما يفتح النفس حرفيا ويجيب السعاده. جربوا تشوفوا لهم اي فيلم من افلامهم في حال انكم ما تعرفون هذا الاستديو، وغالبا راح تنبسطون لا محاله. ترى فرصه جدا ممتازه لاي شخص ما قد تابع انمي او افلام انمي يتابع اي اعمال من استديو جيبلي. على سبيل المثال فيلم المخطوفة أو فيلم الأميرة مونونوكي، أو إذا تحب السحر والخيال ولحسة الدماغ جرب تتابع فيلم قلعة هاول المتحركة. كل الأفلام اللي ذكرتها أفلام من هذا الاستديو جدا جدا رائع، والأروع إنه هذا الاستديو حاليا جالس يشتغل لنا على فيلم ومشروع جديد. عاد إيش بيكون وإيش هو للحين ما في أي تفاصيل، قال إنه في فيلم جديد ومشروع جديد شغالين عليه بس. Still I'm happy. وبعد عرض فيلم بلاك بانثر الجزء الثاني واللي كان بعنوان بلاك بانثر واكاندا فور ايفر، اعلن كيفن فايجي والكاتب براين كوغلر انهم اوريدي بداوا في دراسه وفكره كتابه جزء ثالث من بلاك بانثر. انا تابعت فيلم بلاك بانثر الجزء الثاني في السينما قبل كم يوم، والحمد لله انهم اعادوا افتتاح السينما عندنا في الطائف، وللامانه يا جماعه الفيلم كان جدا جدا رائع وممتع. صح انه مارفل خلت ابطال الفيلم بنسبه 95% نساء، واستبدلوا بلاك بانثر بكبره بشخصيه نسائيه اللي هي أخته شوري، ولكن للأمانة هذه المرة بالتحديد قدرت مارفل إنها تقدم شيء جدا ممتاز ويليق بعالم مارفل، على عكس فيلم ثور الأخير ومسلسل شي هولك المضروبين. الفيلم للآن حصل على تقييم 7.1 تقريبا من 10 على موقع IMDb، وأنا شخصيا قيمته 7 من 10. السؤال الحين يا وجيه، هل يستحق أتابعه سينما ولا أنتظر لين ينزل بجودات عالية؟ ياب يستاهل إنك تتابعه سينما، تجربة بصرية جدا رائعة وموسيقى وأغاني من أروع ما يكون. أنا انطربت على الأغاني بنفس الطرب اللي انطربته على الفيلم. غير كذا يا جماعة الفيلم قدر إنه يحقق إلى تاريخ هذا الفيديو حوالي 150 مليون دولار، واللي هي أقل من أسبوع من يوم عرضوا الفيلم. متوقع متوقع مارفل وبلاك بانثر ياب. وفي خبر حزين يا جماعة انتشر قبل كم يوم، توفي الممثل ومؤدي الأصوات كيفن كونري، واللي اشتهر بأدائه الصوتي لشخصية باتمان في مجموعة أعمال بعضها أنيميشن وبعضها أفلام وبعضها ألعاب فيديو. توفي الممثل كيفن كونري يا جماعة بعد أن عاش على هذه الكرة الأرضية 66 سنة. وجدير بالذكر يا جماعة إنه شركة وارنر براذرز كتبت خطاب طويل جدا لتعزية أهل وأقارب هذا الممثل الراحل، وكذلك الجمهور والمجتمع السينمائي في تويتر وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا هذا الممثل بعبارات جدا لطيفة. الفيلم الجديد من سلسلة الأنيميشن الشهيرة أفاتار، مش أفاتار الزرق مرة ثانية، أفاتار ذا أبو سهم، تم الإعلان يا جماعة
انه راح يتم طرح الفيلم هذا يوم 10 اكتوبر من سنه 2023، وراح يكون اسم الفيلم افاتار ذا لاست ايربندر. هذه السلسله او سلسله افاتار يا جماعه سلسله جدا 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 مشهوره عند الاجانب، ولها نسخه مدبلجه برضو باللغه العربيه. وزيدكم من الشعر بيت مصنفه في المركز الخامس ضمن قائمه افضل المسلسلات على موقع IMDb. ياب المركز الخامس وبتقييم 9.2 من 10. الغريب في الموضوع انه مسلسل سوبرانوس جاي بعد هذا المسلسل. معقوله يا جماعه السلسله تسوي هذا الشغل كله وتستاهل التقييم العالي هذا؟ انا تابعتها بس زمان مره زمان وانا صغير فما اقدر احكم صراحه. عموما اذا انتم من عشاق ومتابعين سلسله افاتار قولوا لنا ايش رايكم فيها. في مبادره غريبه عجيبه من نوعها يا جماعه. الممثل الكبير رين ويلسون مؤدي شخصيه دوايت شروت في مسلسل دي اوفيس، الادمي فجاه كذا قرر انه يغير اسمه من رين ويلسون وخلى اسمه رين فول هيت ويف اكستريم وينتر ويلسون. ياب اسمه الحقيقي صار كذا، ولو تلاحظون اسمه الجديد مره طويل. وغير كذا لو تحاولون تترجمون اسمه الجديد ترى في كلمات زي مطر وحراره وموج وشتاء الى اخره. وقال انه سبب تغييره الى اسمه هو دعما للحملات اللي تخص تغير المناخ العالمي. رين فول هيت ويف اكستريم وينتر ويلسون، احب اقول لك ايا كان الشيء اللي انت قاعد تسويه او ايا كان الشيء اللي انت ناوي عليه اتمنى انه يتحقق. كلنا نتمنى انه اي مشاكل مناخيه سواء حقيقيه او غير حقيقيه انها تزول، وان شاء الله نقدر نرجع نناديك باسمك القصير رين ويلسون في اقرب فرصه، لانه من اليوم رايح يا جماعه لازم نناديه بالاسم اللي هو يحبه، الاسم اللي هو ابتكره. رين فول هيت ويف اكستريم وينتر ويلسون. امزح، وين يا ابوي مشوار؟ والله مره مشوار يا جماعه، بس صراحه نحترم القرار اللي اتخذه. مشكله المناخ العالمي هي مشكله حقيقيه حاصله وان شاء الله انها ما تودي ام البشريه في داهيه يوما ما. ومسلسل جديد قادم على الساحه بعنوان ذا ويتشر بلود اورجن. ياب تفكيرك صحيح عزيزي الوجيه. المسلسل راح يكون مشتق من عالم ذا ويتشر الشهير، ولكن احداث المسلسل هذا راح تكون قبل 12000 سنه. وين 12000 سنه صح يا وجيه؟ 1200 سنه عفوا من احداث مسلسل ذا ويتشر اللي تابعناه مؤخرا. راح يحكي هذا المسلسل قصه اول السحره اللي ظهروا في عالم ذا ويتشر قبل 1200 سنه. بشكل عام يا جماعه المسلسل قادم على منصه نتفليكس يوم 25 ديسمبر من هذه السنه. قررت يا جماعه HBO انها ترشح الممثل بادي كونستن والممثلة إيما دارسي جائزة أفضل ممثل وممثلة عن دور رئيسي لأدوارهم في مسلسل آل التنين أو هاوس أوف ذا دراجون. ومش بس كده، HBO كمان ناوية إنها ترشح عدد من النجوم الممثلين والممثلات لجائزة أفضل ممثل وممثلة مساعدة. أنا ما أقدر أجزم بشيء الحين ولا أقدر أتوقع الحين، بس أتمنى إنه الممثل بادي كونستن يأخذ جائزة الإيمي لأفضل ممثل في دور رئيسي عن دوره لأداء شخصية الملك فيسيريس من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون، لأنه للأمانة اللي عمله يا جماعة في هذا الموسم الأول من هاوس اوف ذا دراجون كان أداء جدا جدا أسطوري، وكلنا شفنا أداءه لشخصية الملك فيسيريس كان من أروع ما يكون. ومسلسل جديد تحت التطوير يا جماعة من ديزني قادم على منصة ديزني بلس مشتق من السلسلة الشهيرة إنديانا جونز. مفيش أخبار كثيرة عنه، ما فيش معلومات كثيرة، ولكن تم الإعلان عن هذه السطرين اللي قلتها لكم بس. والفيلم الجديد يا جماعة المشتق من عالم جون ويك واللي راح يكون من بطولة عنصر نسائي، يعني ببساطة كده جون ويك بس نسخة نسائية. أحب أقول لكم إنه جاري تصويره الآن وفي هذه اللحظة قاعدين يصورونه في ألمانيا. راح يكون الفيلم بعنوان باليرينا أو راقصة الباليه. راح يكون الفيلم من بطولة النجمة آنا دي أرمس. والحلو في الموضوع يا جماعة إنه جون ويك راح يكون له ظهور في هذا الفيلم، بالرغم من انه الفيلم ما يدور حول جون ويك، فممكن يكون ظهوره بشكل رسمي وكامل في الفيلم وممكن يكون مجرد ضيف شرف. عموما يا جماعه وجدير بالذكر انه القصه قصه باليرينا اللي هي النسخه النسائيه من جون ويك مشابهه بحد كبير الى قصه جون ويك، وهي انه في قاتله متسلله تحاول تنتقم من العصابه اللي قتلت اهلها. ايش الحكايه يا وجيه؟ هو كل ما سوينا فيلم نروح نسوي منه نسخه نسائيه، ولا بعد فتره نستبدل البطل بنسخه نسائيه ولا ايه؟ والله انا ما عندي مشكله صراحة مع الحاجات هذه، بس في نفس الوقت أقول ترى مرة عادي، يعني إذا نجح الفيلم بنسخة رجال مو شرط تسوي منه نسخة نسائية، عادي يعني نكتفي بنجاح واحد. ففيلم ديدبول الجزء الثالث اللي راح يظهر فيه وولفرين أو لوغن بجوار ديدبول، أما الإعلان رسميا يا جماعة إنه راح يتم البدء في تصويره في ربيع 2023 بحيث نشوفه بمشيئة الله تعالى في سنة 2024. جود لك يا حلوين، خذوا راحتكم، يقلع أم الحماس لهذا الفيلم.
أخ. وأخيرا وبعد مرور 12 سنة وبعد تصوير وإنتاج 11 موسم اقتربت نهاية مسلسل The Walking Dead. الحلقة الأخيرة والوداعية من هذا المسلسل قادمة بعد أقل من 10 أيام من تصوير هذا الفيديو، وبعدها No More The Walking Dead. أنا يمكن معظمكم عارفين أني وقفت متابعة مسلسل The Walking Dead يمكن من الموسم الخامس أو الموسم السادس، مش فاكر صراحة، بس بدأت متابعتهم مرة زمان من قبل ما أتزوج ومن قبل ما يكون عندي بنت اسمها جود. ولكن صدقوني وفي نفس الوقت أنا أكثر واحد متفهم أن وداع هذا المسلسل ما راح يكون شيء سهل أبدا. إحنا نتكلم عن 12 سنة ونتكلم عن 11 موسم، ما هي حاجة سهلة أبدا. أتمنى من جمهور The Walking Dead إنهم يلقوا نهاية جدا مرضية. وأعلن مصمم نظارات الواقع الافتراضي من شركة أوكي وولس، أتوقع اسمها كذا، إنه بالفعل يا جماعة قدر يصمم نظارة واقع افتراضي بإمكانها قتل الأشخاص اللي يلعبون فيها. إيش؟ يب، لو ماتوا داخل اللعبة وهم لابسين النظارة الافتراضية يموتوا هم كمان. يعني تخيل تلبس النظارة تخش تلعب، فجأة ماتت شخصيتك جوة اللعبة، أهلك يدخل عليك الغرفة يلاقوك منسدح على الكرسي. أيا كان اللي أنت قاعد تفكر فيه يا مدير، أرجوك احتفظ بهذه الفكرة لنفسك ولا تنشرها رجاء لا هنا ولا في السوق السوداء. غير كده يا جماعة، مطور هذه النظارات قال إنه مرة مهووس بالعوالم الافتراضية. فكرة إنك تموت داخل اللعبة في الواقع لو إنك مت جوة اللعبة، ها؟ وفكرة إنك تموت داخل اللعبة وراح تموت برضو في الواقع فكرة مرة ساحرة. لا ما هي ساحرة، فكرة مرة مريضة يا مريض. أكرر، احتفظ بأفكارك لنفسك رجاء، فكنا من شر الاختراعات هذه الاختراعات اللي تودي البشرية للهلاك. فاكرين الممثل أليك بالدوين يا جماعة اللي قتل مديرة التصوير بالخطأ في مسلسل راست أو في فيلم راست عن طريق سلاح كان يفترض إنه يكون سلاح مزيف ولكن طلع داخله رصاص؟ يا سلام عليكم، أنتم متابعين معايا أول بأول. قبل فترة يا جماعة قلت لكم إنه القضية انتهت على خير وكل شيء تمام، راح نشوف الفيلم غالبا في السنوات القادمة. ولكن أحب أقول لكم يا جماعة إنه الممثل أليك قرر إنه يرفع قضية على الأشخاص اللي أشرفوا على توفير الأسلحة داخل هذاك الفيلم، واللي قد يكونوا متورطين عن قصد أو غير قصد بموت مديرة التصوير. صراحة ما أقدر ألوم يا جماعة، الآدمي تعب نفسيا بعد الحادثة هذيك، وكويس إنه ما صار مجنون، كويس إنه ما سوى في نفسه مصيبة. أقل شيء يسويه علشان يلقى شوية خلاص إنه يرفع عليهم قضية. فاكرين فيلم أمستردام يا جماعة اللي شغلتكم فيه؟ وقلت لكم أوه تحمسوا له، في أسماء كبيرة وغالبا بيكون أسطوري، وبعدين لما عرضوه في السينما أخذ تقييمات يعني جيدة وأقل من ممتازة. يا سلام عليكم، أنتم مذاكرين كويس. أحب أقول لكم يا جماعة برضو إنه الفيلم توفر بجودات عالية وتقدروا تتابعوها الآن، وبيني وبينكم اسحبوا على التقييمات، تابعوا بنفسكم واحكموا بنفسكم، ممكن يطلع فعلا مرة ممتاز من وجهة نظركم. مطاش مطاش يا جماعة يعود للشاشة بعد حوالي 13 سنة انقطاع. يب، قدر معالي الوزير تركي آل الشيخ إنه يرتب عودة مسلسل طاش مطاش من جديد، وراح نشوفه غالبا في شهر رمضان القادم. كثير قالوا إنه رجعة المسلسل ما هي فكرة كويسة، وإنه الشيء إذا انتهى بشكل كويس مفروض نخليه زي ما هو منتهي بشكل كويس. بس في الجانب الآخر برضو في كثير مرة متحمسين لعودة طاش مطاش، ومرة عجبتهم الفكرة وما عندهم مشكلة انهم يشوفوا طاش مطاش من جديد وبحلة جديدة. وبيني وبينكم يا جماعة ومن وجهة نظري، فكرة اننا نشوف عبد الله سدحان وناصر القصبي مع بعض ولو في حلقة واحدة فكرة مرة مثيرة للاهتمام. انا شخصيا واحد من الناس اللي كبروا على طاش مطاش وعندي ذكريات كثيرة مع هذا العمل، فما بتكون حاجة سيئة للأمانة. ورسميا وخبر سعيد لعشاق المغني سبونج سبونج بوب سنوب دوغ، والله أنا آسف كيف قلت سبونج بوب ما نعرف، راح يتم تصوير فيلم خاص يحكي مسيرة هذا المغني الكبير والقديم. وللآن ما في أي تفاصيل كثيرة عن الفيلم، ولكن راح يكون من إنتاج استديوهات يونيفرسال. أيا كان الفيلم وأيا كانت القصة، أنا متأكد يا جماعة إنه سنوب دوغ عنده قصة جدا جدا مثيرة للاهتمام من بداية مسيرته وإلى يومنا هذا. فننتظر أي أخبار إضافية وراح أشاركها معكم. في مسلسل مشتق يا جماعة من سلسلة أفلام دون راح يكون اسمه The Sisterhood. المسلسل راح يحكي قصة الأخوات أو Sisterhood اللي ظهروا في الجزء الأول من الفيلم. ولكن اللي يهمنا في هذا الخبر بالتحديد يا جماعة هو إنه الممثل ترافيس فيمل انضم رسميا لطاقم عمل هذا المسلسل. ممثل محبوب، ممثل له جمهور جدا كبير، والخبر هذا بيكون جدا سعيد لهم. عاد إيش دوره وإيش حكايته للحين ما حد يعرف. ما في أي معلومات كثيرة عن هذا المسلسل، ولكنه راح يعرض بشكل عام على منصة HBO Max في السنوات القادمة. وختاما يا جماعة، عندي لكم مسلسل جدا 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 رهيب وجديد وطازج. شوية سفر عبر الزمن، شوية تنقل بين العوالم الموازية، شوية لحسة مخ وعوالم افتراضية وتكنولوجيا جدا متقدمة. المسلسل اسمه The Brief Hero ومن إنتاج شبكة أمازون برايم. قصته عن بنت تدخل تلعب داخل لعبة في عالم افتراضي، وفجأة
تكتشف انها سافرت عبر الزمن وعبر العوالم المتعدده. كيف؟ شلون؟ لا تسالني، روح تابع مسلسل احكم بنفسك. المسلسل الان نزلت منه 5 حلقات، كل حلقه للامانه جالسه تقدم مستوى ممتاز جدا جدا. غالبا المسلسل بيتكون من 10 حلقات، فابدا تابع معانا، انا قاعد اتابعه كل اسبوع حلقه صراحه. غير كذا يا جماعه، المسلسل فيه جراه جدا كبيره في العنف والدمويه والمشاهد القتاليه. تقييمه الى هذه اللحظه 8.2 من 10 على موقع IMDb، وعندكم في الليسته، واعطوه فرصه يمكن يعجبكم. واذا ما عجبكم كالعاده ايش؟ اسحب عليه. ويب، ملاحظة أخيرة، المسلسل للكبار فقط. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر اللايك لو عجبكم الفيديو، لأنه أكثر شيء بيدعم القناة، واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة الألعاب المتخصصة في ماينكرافت بالتحديد، وفي ألعاب ثانية برضو إضافية تلقوها في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.